فتجد ان الاولياء عبادتهم مش كتيره. الاولياء عبادتهم مش كده خالص. الاولياء لهم عبادات كده صغيره وما فيهاش اي. في واحد يقول لك ايه بكره ليله القدر اعمل ايه؟ يقول لك اعمل ايه؟ عاوز تدخل حضره ربنا وانت فاعل شرك. الفاعل هو الله. لا تدخل حضرة الله إلا وأنت مفعول به. إذا دخلت حضرة الله وتنظر أنك فاعل فأنت مشرك. لا تدخل حضرة الله إلا وأنت مفعول إيه؟ ترى ربنا هيفعل بيك إيه؟ يا جماعة عبادة الأولياء كالآتي: أول ما يصحى من النوم أول حاجة يعملها يبص لربنا وهو على السرير، ينظر إلى مين؟ إلى الله، ويفضل باصص له لحد ما ربنا يبص له. خلاص كده؟ أول ما يحس إن ربنا بص له بيعمل إيه؟ هو نايم على السرير، يترمي على الأرض يسجد. يسجد سجدة شكر، يسجد سجدة إيه؟ سجدة الشكر دي لا محتاجة وضوء ولا محتاجة اتجاه قبلة ولا محتاجة. شفت ربنا عامل لك سجدة؟ وإنك إن تسجد لله سجدة ترفع بها إيه؟ درجة. دي سجدة إيه؟ بترفع بها درجة من غير ما تكون متوضي ومن غير ما تعمل أي ولا اتجاه قبلة ولا فيها أي تعقيدات. أنت بصيت لربنا لقيت إن ربنا إداك نعمة كبيرة اسمها نعمة الحياة، غيرك مات خلاص. وأنت صحيت لقيت نفسك حي. والله أنت تبقى في سعادة ما بعدها سعادة. مهما حصل لك في هذا اليوم من مصائب أو من أي شيء ضد نفسك أنت سعيد. ما تجيش حاجة بالنسبة للموت. خلاص أنت حي. مفيش حاجة تقدر تنغص عليك هذه السعادة. مهما كانت المصائب اللي أنت فيه أكتر إنك حي. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. بعد ما تحس بالنعمة دي اسجد بقى. تسجد بقى تقعد بقى مع ربنا سبحانه وتعالى. تسجد وبيبقى قلبك في اللحظة دي لسه ما تدنسش بالدنيا واللي فيها. بيبقى قلبك لسه طازة. بيبقى لسه واخد نعمة الحياة. تلاقيك بتبكي وتقول يا رب لك الحمد يا رب. وتدعي لنفسك وتدعي لأهلك وتدعي لأولادك وتدعي. السجدة دي، السجدة دي يا جماعة والله لا يعادلها شيء في اليوم كله. بعد كده أنت بتقول لربنا اعمل بيا بقى اللي أنت عاوزه. يعني أنا مفعول. ماشي كده؟ ما تيسر مطلب أنت طالبه إيه؟ بنفسك. وما تعسر مطلب أنت طالبه إيه؟ بربك. أي مطلب تدخل فيه بربنا يتساهل. واي حاجه تدخل فيها بنفسك تتصعب. خلاص انت الصبح رميت الحكايه كلها في ايد مين؟ ربنا. اعمل بقى اللي انت عاوزه، ربنا هو اللي بيعمل. خلاص انت كده بقيت ماشي في الدنيا مفعول بيه. انما انت صاحي الصبح صحيت مش عارف ايه 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 ايه، انت فاعل. خليك فاعل بقى، تفضل بقى فاعل يا عيني طول النهار. والفاعل ده بيتعب جدا. ده الفاعل ده يقول لك انت هتشتغل في الفاعل، بتخليك مفعول. دي عبادة من عبادات الأولياء. عبادة تانية من عبادات الأولياء القبلة. القبلة عبادات بسيطة. تبوس مراتك تاخد 10 حسنات. قمت على السرير الصبح لقيت مراتك جنبك على السرير، بوسة يا أخي، بوسة بوسة لله. يعني نجيب حد يبص قبلة وتاخد عليها حسنات. وقدر ما مراتك تبقى مش كويسة معاك تتضاعف الحسنات. والله لو هي كويسة معاك هتاخد 10 حسنات. لو هي مش كويسة ولا شكلها مش حلو ولا ريحتها مش حلوة ولا تتضاعف الحسنات بقى. بوس بوس، خليك تاخد شوية حسنات على الصبح. القبلة بإيه؟
الواحد يقبل اولاده، دي عباده من العبادات. الواحد يقبل الحجر الاسود، شفت الرمزيه انه يقبل. والله لو الواحد خد المصحف كده احتراما له وحطه على عينيه كده وقعد يبوس فيه ياخد اكتر من انه ختم القران 10 مرات وهو ما قراش حاجه. الاحترام اهم 100 مره من القراءه. الاحترام انت بتحترم مين؟ بتحترم ربنا، تحطه كده وتقعد تبوس فيه الحب، انت بتحبه. قبله من عبادات الاوليات. خدمه الاهل، الواحد من عبادات الاولياء انه طول ما هو في البيت يبقى في خدمه اهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لو هو ولي، انما لو هو واحد عادي لا، طول ما هو في البيت يؤمر وينهى خلاص. انت واحد عادي خلاص انا عاملك كواحد عادي، انما لو انت ولي طول ما انت في البيت هتبقى في خدمه ايه؟ اهلك. مش تفضل طول بقى ما انت في البيت ماسك لهم المصحف والقران والمش عارف ايه، لا ما تحسسهمش خالص انك بتقرا قران، حسسهم انك واحد معاهم عادي. اللي بيتفرج على التلفزيون اقعد اتفرج معاه، اللي مش بياكل اقعد اكل معاه، اللي مش عارف ايه اللي عاوز كده اقعد لطفه، اللي تدخل المطبخ تخلص المطبخ، تدخل معاك هدوم تغسلها، معاك مش عارف ايه، وقلبك الله 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 شغال. قلبك بقى ايه؟ شغال. عبادة القلب ايه؟ الله الله. بلاش اللسان بقى، سيب القلب يشتغل. تقعد تغسل المواعين وقلبك ايه؟ ولا حد واخد باله انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل مواعين يا عيني. انما انت ايه؟ خدمة الاهل عليها الفتح. والله ما فيش نبي من الانبياء فتح عليه الا هو في خدمة الاهل. مفيش حد من الاولياء. سيدنا موسى عليه السلام فتح عليه وهو فين؟ هو رايح يجيب شوية نار لمراته. وكان شوية في صدر. وربنا فتح عليه. فالاولياء عبادة الأولياء البسمة. الأولياء دائما مبتسمين، مبتسم في وش الناس. البسمة دي اللي الولي بيبتسمها في وش واحد. والله الناس محتاجين للفرح أكتر ما هم محتاجين للأكل والشرب. يعني بدل ما تجيب واحد تأكله وتشربه وتديله فلوس، ابتسم في وشه وكلمه كلام كده حلو. الكلمة الطيبة إيه؟ دي عبادة أخرى. كلمة، إنك تكلمه كلمة إيه؟ طيبة. وكل ما هو كلمك كلمة وحشة أنت كلمه كلمة إيه؟ تزيد الإيه؟ العبادة بتاعتك. تبتسم في وشه. أنت لو رحت لواحد دكتور ولقيته مكشر عرفت أنت عندك إيه خلاص. إنما والله لو رحت لواحد دكتور وابتسم في وشك بسمة الرضا، دي نص العلاج. نص العلاج ان الطبيب يبتسم في وش المريض. ازيك يا عم الحاج، ده انت زي الفل. ولا لا دي حاجات بسيطه. البسمه دي تساوي ايه؟ تساوي حاجات كتيره جدا. الابتسام يا سلام. النظره، نظره الرضا، نظره الرضا، نظره الرضا دي يعني قابلت حد وبصيت له بصه رضا من غير ابتسام، بصة كده هو هيفهمها. يعني بصة كده فيها رضا وحنان هو هيفهمها. البصة ديت دي رمز. انت لو بتحب حد وسط مليون واحد وبصيت له وهو بص لك كده هتفهموا بعض. الرمز. البصة ديت بصة الرضا ديت بكل اعمالك. انت مثلا تقول لك ايه؟ ليلة القدر بكرة هعمل ايه واسوي ايه ومش عارف ايه؟ العامة كده، دول العامة، ما زلت من العامة. إنما أنا عندي ليلة القدر لما أشوف فيه التجانيين، دي عندي أكتر من ليلة القدر. كون المريد من الآداب المرعية بين المريدين والشيخ، يعني اليوم اللي المريد يشوف فيه الشيخ بتاعه دي عنده أحسن من ليلة القدر. كون الشيخ بقى يضحك له
دي بقى لا 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 كن ينظر له نظرة رضا، دي ملهاش حدود. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 80 سنة مثلا. مجلس علم خير من عبادة 60 عام. ما انت قاعد مجلس علم اهو ب 60، مش 60، احسن، خير من عبادة ايه؟ 60 عام. فالواحد بقى يكفي ان في ليلة القدر الواحد ينظر الى التجانين وهم، يا سلام، دي ليلة القدر. اي ليلة الواحد ينظر فيها الى التجانين والاخوات، دي احسن من ليلة. اي ليلة اصحاب النبي يبصوا فيها للنبي عليه الصلاة والسلام بذمتك، نظرة من النبي عليه الصلاة والسلام بكام ليلة قلب؟ طب لو النبي بقى عليه الصلاة والسلام بص لك بصة رضا بقى وضحك لك مثلا، دي بكام ليلة قلب؟ والله بحياتك واللي فيها، كل حاجة. النظرة، النظرة دي مهمة، من عبادات الأولياء النظرة. العلم من عبادات الأولياء، الزيادة في العلم. أي علم، علم دنيوي، علم أخروي، أي علم ادخل اتعلمه. وقل رب زدني إيه؟ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. أي علم، ما قالش علم إيه؟ أنت رحت كليتك تتعلم، بيرفعك ربنا درجات، تعلم حاجة جديدة. فعبادة الأولياء العلم، تدخل تتعلم أي حاجة، كل علم تتعلمه بتترفع بيه درجات. السكون بقى النساء أرقى فيه، والثبات، لأن ربنا سبحانه وتعالى دي من العبادات بقى، الثبات، إنك تبقى ثابت. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يكن أحدكم إمعة يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، ولكن ليوطن نفسه إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساؤوا أن يجتنب إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا إيه؟ تبقى ثابت. كل ما بقيت ثابت وصامت، كل ما بقيت قريب من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. كتر الكلام يبعد الواحد عن ربنا، كتر الكلام بالمباح يبعد الواحد عن ربنا، فما بالك بكتر الكلام بغير المباح. يبعد الإنسان عن إيه؟ عن ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد يبقى ثابت وساكن وصامت، من عبادات الأولياء العظيمة جدا جدا، وهي أعظمها اللي هو النبي بيقوله هنا: ألا تعبدوا إلا إيه؟ يعني الواحد لو هو قاعد كده بيقول إيه؟ لا إله إلا الله، ومغمض كده مخلص بيها، والله ياخد أنوار وثواب ما لو قعد طول عمره يتعبد في المحراب. الكلمة دي يا جماعة، لو واحد قعد طول عمره في الكفر 90 سنة في الكفر مثلا، وقتل 100,000 واحد، وزنى بمليون واحد، وبعدين قال يا واد اسلم، لا اله الا الله، الكلمه دي تجب ما قبلها. لو هو كافر، مش حل لو قالها وهو مؤمن، يعني خلاص هو دلوقتي مؤمن وهيقول الكلمه دي بقى وهو عن ايمان، تعمل ايه؟ يرى الله بها. يعني هي ليها نقلتين، نقلة تنقلك من الكفر للإيمان، ونقلة تنقلك من الإيمان إلى النظر إلى وجه الله. تجديد الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. جددوا إيمان إيه؟ قولوا إيه؟ لا إله. هو ده التجديد، سنة التجديد. أنت في الصلاة كل يوم بتجدد كم مرة؟ أشهد أن لا إله، وأشهد أن سيدنا محمدا. جددت إيمانك كم مرة بقى في الصلاة؟ مرتين في كل صلاة؟ ما شاء الله، تجديد الإيمان. هي الكلمة دي اللي أنت هتيجي عليها،
هي الكلمة دي اللي عليها مدار عملك كله. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة على ما كان من عمل. شفت الكلمة دي؟ وإياك إياك أن تغتر بذلك. هذه بشارات يعني تبشرنا ولا تغرنا، ما تغركش. لو انت قلت ايه خلاص انا هعمل بقى سيئات، ما هي الكلمة دي، والله انت اول واحد ربنا يعذبك. ملهاش اصل ربنا كريم، بس لما يلاقي الناس تستعمل الكرم ده في قلة ادب يبقى ليه الادب مع ربنا. هو بيوريك ان هو كريم عشان انت تحترم هذا الكرم، مش عشان انت تسوء في هذا الكرم. انت اول واحد يعذبك، ويعذبك عذاب لا يعذب احدا من الايه. والله اعلم بالقول.